تقول الصحافة عنا تسخرت بس كرمال تسأل ممثلين عن عمليات الجسم، ما لقيتوا سؤال للفنان المضروب قاعد بس شو عامل؟ تركتوا كل شيء وشو عامل؟ مع اني عم بعطيكم اسم الدكتور، يعني شو بدهم؟ يعني معقول هيك؟ يعني صرت اول اخر شيء لما بيقولوا لي بدنا نعمل معك لقاء شو بدك تسألني؟ شو عامله؟ عامله انفي؟ عامله بوتوكس وفيلر؟ ودائما في بصير مشكله بيني وبيني وبين اي حدا من الوسط، انه ما بصير تأوفرو. لا عيني ليك، لاقول لك شو، لازم اللي عم بيطلع على التلفزيون يطلع حلو ومرتب ونظيف لو سمحت. انا اليوم اذا بدي اقعد كمشاهده تابع بنقد مثلا حدا قاعد مو مزبط حاله، انا مالي مضطره. انا كمشاهده مو كدانا، اعوذ بالله من كلمه، انا مالي مضطره اشوف سؤالي، مالي مضطره اشوف شيء بيتزبط غليظ عم شوفه يعني وما حدا مزبطه كرمال انه عضلات الوش والحركات عرفت. اشتغلت مع مخرج ايطالي، فانا كانت عندي العبسه كثير قويه لاني عصبيه، ف قال لي ستوب، قال لي شو هذا دانا قاعد تعملي هاي العبسه، هاي الرجال المرفية تستبدلها بمئة شغله، شو تعبسي؟ روحي اعملي بوتوكس، مو بيبي بوتوكس، فيك تدمعي، فيك تخجلي، فيك تزعلي، فيك تنزلي عينك، فيك بس انه هاي تعبسيه ما حلوه. لليوم نحن هون مثلا في منهم بعد مو الكل بيقولوا انه لازم تحافظ على حركات التعابير، انت اذا عملت وشك بلوك حتلاقي 100 تعبير تشتغل عنه تخلقه جديد.